بس معانا طبعا كابتن محمد عبد الجليل، حقيقة نجم الاهلي السابق. منورنا يا كابتن. نورتك يا ساره، وبمسي على كابتني وامتداد لعمالقه الليبرو زي ما بيقولوا، او المستاك حبيبي حبيبي عبد الجليل حبيبي حضرتك حبيبي. ثانيا، ايه الشياكه دي في الاستوديو والشياكه بتاعتك برضه؟ الشياكه اللي قدامي، مش الشياكه انا، الشياكه اللي قدامي. ربنا يخليك يا كابتن، انت اللي منورني. لا بجد الاستوديو الله اكبر، وده معروف يعني، مش رياء ولا حاجه، انت عارفين يعني انا مش يعني راجل اهلاوي. لعبت في الزمالك، وشرف نجم، نجم كبير، نجم كبير عبد الجليل. لازم اهلاوي، بقولها دايما اهلاوي. فالاهلي دايما متفوق، حتى الاستوديو شكله فيه. ربنا يخليك يا كابتن. انا كنت سامع بقى شويه حاجات حلوه قوي قلتوها. كابتن حشيش اتكلم فيها، انتوا كنتوا بتتكلموا دلوقتي في حاجه النفسيه الاخيره دي. بالظبط، دي مهمه جدا. يا ساره، اي حد بيجي من الاعراض يقعد له شهرين ثلاثه عشان يلعب. صح. والكابتن حشيش عارف الكلام ده على صحيح. السنين اللي فاتت. النهارده اول ماتش في الدوري لاعب الثلاثه او الاربعه اللي مرجعهم الاعراض ومقعد كل الناس الايه الثقيله. يا كابتن، ده مباراة كاس مصر، كان بدر بنون اول مباراة رسمية يلعبها، كانت نهائي كاس مصر. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان ما يحسش زي كل سنة اللي بيجي هيقعد على الدكة. لا صح. ثانيا بقى، بيحمس اللي موجودين، الناس اللي هي الاساسية زي حسين الشحات والاسامي طبعا يا كابتن حسين اللي لعبوا، ويعني طبعا انا يعني اهلاوي بس كان المقصة فرقتي يعني، انت عارف مولود على ايدي. فيعني الحمد لله. اما تضييع الاهداف الكتيرة دي، توصل كتير وضيع كتير تبقى لعيب كويس، مسيرك هتجيب، انما ما توصلش خالص يا فرحتي وتجيب لي جون كل 10 شوط. انما توصل كتير هتجيب. ما تنسيش ده في كوره الثلاثه اعتمدوا على بعض، او ان الثلاثه ما بيلعبوش جنب بعض بقالهم كتير. الثلاثه عايزين يروحوا لها. برافو عليك، خدت بالك انت كده منها. انت فاهم؟ ده حاجة تانية، إن كل واحد يعني عايز يثبت نفسه، عايز يجيب جون، عشان كان في سن الطمع شوية. ليه؟ يثبت للراجل، ما عرفوش الراجل ده بروفيشنال. لما تعمل اسيست، لا أنا هلاعبك لازم تجيب جون. المفهوم في مصر برضه لازم يتغير، مش لازم هو اللي يجيب جون، يعني ناس كتير زعلانة من مروان محسن. طب ما هو الأجوان اللي بتيجي دي ما هي من تحركات من مروان محسن. صحيح. صح. دي شيء أساسي، ما هو زي ما كابتن حشيش قال لك بتاع الكوره لما يتكلم في الكوره، يا كابتن حشيش يتكلم في حته كويسه جدا، ايمن اشرف من احسن نجوم. انا كنت عايز اعرف وجهه نظر حضرتك. طبعا ليه؟ ايمن كويس جدا، ورامي كويس، وياسر ابراهيم كويس، لكن بدر بنون خبره كبيره. طمن ايمن اشرف، وكان صراحه بدر تحس ان هو بقى له 5 سنين في النادي الاهلي. تحس بيه، لان نفس ستايل ناس كتير ما تعرفش كابتن محمد حشيش، بتكلم بجد. ستايل الهادي اللي هو يقطع بثلاثه ويبص بثلاثه، ده الستايل. امتداد بقى لعماد النحاس بقى، وبعد كده كابتن مصطفى يونس وكابتن حسن حمدي، بتكلم بجد. نجوم الراجل اللي قاعد قدامك ده. فبدر بنون النوعيه دي ادى ثقه لاشرف، ايمن اشرف خلاه متالق. باين الولد حاجه زي الفل، ودايما المغاربه والتوانسه والجزائريين شايفه برضه بن شرقي وده. لا بقى يعني عارفه الهدوء عندهم ازاي، انا متعصب ما يفرقش معاهم. صحيح. في ثقه في النفس، دي حاجه مهمه جدا. انا ببارك على التسعه، وان شاء الله العشره وال11 وال12 بجد يعني فرق معانا قوي الماتش، فرق معانا البطوله دي. واحنا بنبارك لحضرتك طبعا يا كابتن محمد عبد الجليل، الحقيقه نجم كبير، وكلنا مبسوطين بالحاله اللي حاصله في النادي الاهلي، مبسوطين بالانجازات اللي النادي الاهلي بيحققها، ونتمنى ان شاء الله طبعا الفتره اللي جايه كمان نبقى مبسوطين كمان بالسوبر الافريقي والسوبر المحلي وكاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا وبشكركم، ودايما كده بيتي يعني. ربنا يخليك يا كابتن، طبعا بيتك. شكرا ليك طبعا، نورتنا في السادسة.